مرحبا. أهلين. هلا. بحكي لك نص المثل تكمل لي. بحكي المثل: تهاوشت البنت أمها وضربتها ثمها. شكرا. مرحبا. أهلين. بدي أحكي لك نص المثل وتكمل لي. بحكي المثل: تهاوشت البنت أمها. بلي. تهاوشت بنت أمها. كمل. تهاوشت البنت أمها. كمل المثل. تهاوشت البنت أمها. شو عملوا بحكي؟ والله تهاوشت البنت أمها مثل ماني حافظ بالضبط. شكرا. أهلين. تهاوشت البنت أمها. كملي. مرحبا حجة. هلا. كيفك؟ يسلم كيفك. بدي أحكي لك نص هالمثل وتكملي لي إياه. بحكي المثل: تهاوشت البنت أمها ضحكت الرعناء وشك ثمها. صح. تفضل. إيه لا يا أختي. في جائزة بدنا نعطيك جائزة من التلفزيون الأردني. يلا في السالمة. طيب أنت حكيتي كملتي لي المثل. نعم. تعيدي لي إياه كامل. تهاوشت البنت أمها ضحكت الرعنة بعيد عن الشر. الرعنة وشك ثم. صحيح صحيح مزبوط الإجابة. طيب شو معنى المثل وأنت مستخدمه؟ المثل مثل يعني الأم أمها لو تهاوشن وبنتها بهمش بردن يستنحن بصيرش بينهم مخالفة. الرعنة حاشن سمع المش مليحة. رعنة خفيفة بتشمت ضحكت وي علم والبنت اللي تهاوشن. يعني أنا ما حاش معنى مزبوط حق إنها ضحكت على البنت وامها. برجعوا أهل. برجع أهل. أشق ثمها ما فاتهاش شيء. الله يسلم أمك يا ربي. وهاي جائزتك وألف مبروك. يا حبيبتي الله يسلمك ويبارك فيك.